الله صلاة وسلاما على سيدي رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، نكمل مع حضراتكم في كتابه بداية الهداية لمولانا الغزالي. يلا سيدي، من يقرأ؟ لا يوجد قارئ. مين كان يقرا؟ ها يلا ترينجانو. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن كلنتن افضل، قدح افضل، بنينج افضل من الجميع. قول يا ابني. سين من تشاينا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين. قال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. فإن عزت نفسك إلى ذلك ما ذكرناه من الأوراد والأذكار استثقالا لذلك. لا تطاوعها، لأن النفس محبب إليها عدم الالتزام. الالتزام صعب، والالتزام بالأذكار والأوراد والأفعال بانتظام هو ما هو الورد؟ التزام بالطاعة لكن على سبيل النظام. رجل يريد أن يحفظ القرآن كله، صعب. طب لو يحفظ في اليوم آية سيختم في 17 عام، كم عمرك الآن؟ 20، 23 مثلا، صح؟ 23. لو كل يوم تحفظ آية تختم القرآن عمرك 40 سنة. كم واحد عمره 40 سنة يحفظ القرآن؟ قليل. طب لو كل يوم أحفظ آيتين، قل هو الله أحد الله الصمد، خلاص 9 سنوات. 9 سنوات تحفظ القرآن كله. طب لو كل يوم 4 آيات، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم، خلاص فقط. تحفظ القرآن في كم سنة؟ 4. طب لو كل يوم، خلاص كفاية، لا نريد كل يوم، كل يوم 4 آيات تحفظه في 4 سنوات، جيد. لكن ال4 سنوات ممكن تنسى. لا، أنا كل يوم بعد صلاة الصبح ساعة ورد، كل يوم بعد صلاة العشاء ساعة مراجعة ورد. لو تستطيع أن تحافظ على هذا الورد بانتظام تفوز. لكن النفس تحبب إليك النوم، وتحبب إليك اللعب، وتحبب إليك، لكن الورد، الناس تسمع كلمة ورد تخاف منك وتظن أن ورد بدع وشرك وخزعبلات وخرافات الصوفية. من يلعبون الكرة عندهم ورد، صح؟ تدريب، ولك كل يوم يتدرب من الساعة 6:00 صباحا إلى 10:00 صباحا، ثم بريك يشرب شاي ويأكل جاتو، ثم 12:00 يلعب إلى 3:00، ثم معسكر مغلق. الموضوع هو ده. رجل قوي بيعمل إيه؟ قوي، عنده عضلات كثيرة كده، قوي، في هنا حرة كثير وفي قران قوي جدا. هذا الرجل ماذا يفعل؟ لازم كل يوم على الأقل 2 ساعة تدريب، 2 ساعة بانتظام، من 6:00 صباحا إلى 8:00، ثم يذهب إلى عمله. بطل عالم في السباحة، ماذا يصنع في السباحة؟ يعوم في الحوض عندما يستيقظ صباحا. لازم عنده وقت معين يذهب إلى البحر، إلى البسين، إلى النهر، يتدرب. وإلا من لم يتقدم يتقادم. هذا الورد موجود في الرياضة. العلم موجود في العلم. ماذا يفعل الشيخ؟ كل يوم يقرأ 100 صفحة، 10 صفحات، 1000 صفحة، ليس لنا علاقة. من كان له ورد، يعني موعد معين للمذاكرة، نظام. نحن نأتي هنا كل يوم 2 بعد صلاة العشاء نقرأ في هذا الكتاب، هذا ورد، هذا ورد. طب الشيخ يأتي مرة ويغيب 10، ليس ورد. فكلمة ورد يعني نظام. النفس محبب إليها عدم النظام. النفس تريد كرة لعب، حفة الجنة بالإيه؟ بالمكاره، وحفة النار بإيه؟ بالشهوات.
فطريقك إلى النار سهل، طريقك إلى الجنة يحتاج إلى تعب. ومن هنا من جد وجد ومن زرع حصد. فهمتني؟ أدي معنى. فإن وجدت الوردة ثقيل عليك لكن لا تكثر، خليك شوية شوية قليل قليل. من تلبيس إبليس على الإنسان أنه في بداية العبادة يجعله من البداية يعني قوي قوي. أنا أريد أقرأ قرآن يا أخي، يكفي تقرأ مثلا ربع. ربع إيه؟ أنا عاوز أزيد. طب اقرأ حزب. حزب إيه؟ الرسول كان يقرأ في اليوم صلى الله عليه وسلم 10 أجزاء، تجلس تقرأ 10 أجزاء اليوم، تفعل غدا، تفعل بعده، تقرأ لا تقرأ. هو 20 سنة لا يصلي، أول ما يصلي الشيطان يقول له سبحان الله، ركعتان قبل الصبح يصلي، ركعتان الصبح يصلي، تجلس تذكر الله إلى الشروق يجلس، صلي صلاة الضحى 8 ركعات يصلي، الظهر 4 قبل و4 بعد يصلي، صلاة التسبيح الشيطان يجعله يصلي 24 ساعة، ثاني يوم يشعر أن الصلاة ثقيلة فيترك. فهمتم يا شباب؟ هذا تلبيس إبليس. كيف إبليس يلبس عليك المعصية؟ هذا هو، هذا هو يلبس عليك المعصية، هذا هو إبليس، ده عمل إبليس حتى يزعجك، يجعلك لا تستطيع أن تعبد الله باستمرار. لكن قال العلماء ماذا؟ قالوا قليل دائم خير من كثير فاني. قليل بس يدوم خير من كثير إيه؟ فاني. فالعبادة وإن قلت مع الاستمرار والدوام خير من العبادة الكثيرة مرة وانتهت. رجل سافر إلى الإسكندرية يتمتع بالبحر سنة كاملة، الآخر يذهب مرة كل شهر، مرة كل شهر أفضل. سنة كاملة سيصاب بالملل، سيصاب بالزهق، لكن مرة كل شهر يجدد، يجدد. القرب حجاب. قول يا سيدي. فاعلم ان شيطان اللعين قد دس في قلبك الداء الدفين. الداء، الداء المرض، الدفين الذي لا تراه. ما هو الداء الدفين؟ ان يجعلك تتثاقل في العباده. صلاه العشاء ثقيله على المنافق، صلاه الصبح ثقيله على المنافق. من الذي يثقلها؟ الشيطان. وهو حب المال والجاه. حب الجاه سلطان، حب المال شهوة. فهناك من يحب المال يزين له، وهناك من يحب السلطان والمجد والرياسة يزين له. ترى الناس تتصارع حتى يكون وزير، تتصارع حتى يكون ملك، تتصارع حتى يكون رئيس. لكن عندما يكون رئيس يقول سبحان الله، عندما يكون وزير يقول سبحان الله، أنا تعبان، أنا لا أستطيع أن أجلس مع أولادي، أنا ما أنت الذي تجري؟ صاحب المال الكثير سبحان الله، أنا يعني أخاف من اللصوص وأنا أتعب كثير، وأنت الذي تفعل. هذه هي الدنيا، ملذات الدنيا فيها تعب، فيها مشقة، لكن فيها شهوة. عايز يكون ملك شهوة، رئيس شهوة، وزير شهوة، غني شهوة. العاقل هو الذي يتحكم في شهواته، يتحكم في نمونها في شهواته. قول سيدي. فإياك أن تغتر به فتكون محبة به يهلكك. إياك، أسلوب تحذير، أن تنخدع بأفعال الشيطان، فهو يزين لك الباطل حقا. فلو زين لك الباطل حقا وأنت تمشي وراء الشيطان جعلك أضحوكة، الشيطان نفسه سيسخر منك. فإن جربت نفسك مددا في الأوراد والعبارات فكانت لا تستثقلها كسلا عنها. يعني إيه؟ يعني رجاء تتحمل. الدواء في البداية مر، لكن بعد ذلك ستتعود. شوف مولانا، أن تتعب في مجالس العلم في البداية ستجد صعوبة، لكن الشيخ يقول داوم مرة
2 3 4 5. ستحب درس العلم، فإذا لم تحضر درس العلم ستبكي. عندما ذهبت إلى بنكوك في شهر 7 الماضي، في آخر يوم وجدت يعني ناس كثيرة جاءت الدورة. هم جاءوا من كل مدرسة إسلامية بخمسة من الطلاب، خمس طلاب يعني متفوقين يعني. نحن عادي نحن نذهب لأي طلاب، لكن هم يعني كأول مرة جاءوا من المدارس الإسلامية في كل مكان بالخمسة المتفوقين يحضرون الدورة، وجاءوا بأعداد تتناسب مع القاعة، القاعة تحمل 100، جاءوا ب100. في آخر يوم وجدت كثير كبير شوية، بعضهم أعرفه كان يحضر، فهم جاي زعلان، كيف يا مولانا لا نعرف؟ أنا قلت أنا غير مسؤول، لكن أنا أسأل زعلانين ليه؟ أنتم علماء كبار، نحن نشرح عقيدة العوام، بداية السورة، يعني كتب سهلة تتناسب مع صغار الطلاب. قالوا نحن لم نأتي إلى كتاب ولا إلى علم، نحن نريد أن نتذكر الأيام الجميلة. الشيخ يشرح ونحن عندنا الأوراق ونكتب. هو يشعر بأنه محروم من مجالس العلم التي كان يجلسها عندما كان طالب، فلما صار شيخا اشتاق لشيخ كان يقرأ عنده الكتب، فقال أنا لا أريد العلم، أنا أريد أن أستمتع باللذة التي كنا نستمتع بها ونحن طلاب. ومن هنا قال العلماء: من ذاق عرف ومن عرف التزم. فلن تشعر بالنعمة التي أنت فيها إلا بصبر. فرحتك أنك انتهيت من كتاب وتنتهي من كتاب وتنتهي من كتاب في حد ذاتها لا تقدر بثمن. لكن من البداية لا، من البداية الشيخ له أخلاق، الطلاب لها أخلاق، المكان له أخلاق، لازم يكون في صبر وفي تحمل. بعد كده تكون الأمور في قراءة الأذكار والأوراد سهلة. زمان اشتريت كتب للشيخ محمد الغزالي رحمه الله وأنا أقرأ مش فاهم حاجة، لا أفهم شيئا، لكن يعني أنا اشتريت كتب كثيرة وكنت قريب من الكلية في الثانوية، ففي صديق قال لي يعني رجاء أن تتحمل أول 30 صفحة، يعني انتهي من الفصل الأول والثاني. قلت له ماذا يحصل؟ قال بس اقرأ. فوجدت الفصل الثالث سهل، الرابع أسهل، الخامس أسهل، انتهى كتاب ورا كتاب، الأمر منتهي. في بداية الأمر كنا نحضر المجالس عند المشايخ الكبار، الشيخ إسماعيل صادق العدوي وغيره. أول مرة أنا أسمع خطبة للشيخ إسماعيل صادق العدوي كنت في الصف الأول الثانوي، لم أفهم شيئا. ثم أنا أقول سبحان الله، الناس تقول أن الشيخ عالم كبير والجامع ممتلئ وأنا مش فاهم حاجة. لكن بعد شهرين ثلاثة صرت من محبين الشيخ ومن عشاق الشيخ، وأحضر معه في المسجد وأحضر معه في البيت، وصرنا من المقربين إلى أن مات الشيخ رحمه الله. هذا أمر طبيعي، تدخل الكلية في سنة أولى سبحان الله أكثر نسبة الرسوب في سنة كم؟ أولى، لا يعرف. لكن من ينجح سنة أولى ويدخل سنة ثانية نسبة رسوبها أقل، ثالثة أقل، ذي مولانا فهم الكلية. ومن هنا رجاء تتحمل يا سيدي. الزواج عندما يتزوج أكثر نسبة للطلاق عندنا في مصر، أنا مش عارف عندكم، في مصر دائما تكون في العام الأول، لم يفهم، كلما عاش معها في مشاكل لكن خلاص صار يتعود. فدائما العلاقات في البدايات فيها مشاكل، بعد ذلك تنتهي إلى حب. ومن هنا الشيخ عيد يبني السطر كده، افهم افهم ما يكون الشيخ كلام جيد. قول يا سيدي. فإن جربت نفسك مدة في الأوراد والعبارات، جربت نفسك مدة في الأوراد والعبارات، ها، فكانت لا تستثقلها كسلا عنها. شفت في البداية تستثقلها، الآن لن تستثقلها، ستكون لك إياها جيدة.
عندما تلعب كرة في أول المباراة في صعوبة صح، لكن بعد ذلك خلاص تجد نفسك تجري تتعود. الإنسان دايما البدايات صعبة، ومن هنا قالوا البدايات من المهمات، وقالوا من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. أول يوم رمضان تشعر بتعب، ثاني يوم رمضان التعب يقل، خامس يوم رمضان عادي، إذا انتهى رمضان تشعر أنك غضبان أن رمضان انتهى. عارف لو الله جعل السنة كلها رمضان لن تتعب إلا في أول أسبوع، بعد ذلك انتهى الأمر، انتهى الأمر. لكن ظهرت رغبتك في تحصيل علم نافع، ولم ترد به إلا وجه الله تعالى والدار الآخرة. هذا هو المفتاح، طريقك إلى العلم الإخلاص. ما هو الإخلاص؟ أن ترى الله في العمل، فإن لم ترى الله في العمل ماذا نصنع لك؟ من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم. من عمل بما إيه؟ يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم. تقوى الإخلاص. أحيانا تحضر إلى شيخ كلام سهل أوي، كيف اجتمع الطلاب على هذا الشيخ مع أنه يقول كلام سهل جدا؟ تقوى جمعته. على حسب القبول، على حسب الطاعة يكتب لك القبول في الدنيا. واتقوا الله ويعلمكم الله. قل شيء. فذلك أفضل من النوافل العبادات مهما صحت النية. قال مولانا الإمام الشافعي: العلم خير من النفل المطلق، لأن النفل المطلق كصلاة ركعتين قيام الليل، أنت الوحيد الذي تستفيد. أما قراءة باب من العلم فأنت المستفيد وغيرك مستفيد. ومن هنا قدم العلم على النفل المطلق، وفضل الله آدم على الملائكة بالعلم. واتقوا الله ويعلمكم الله، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قل. ولكن الشأن في صحة النية، فإن لم تصح النية فهو معدن الغرور الجهال ومزلة أقدام الرجال. إذا لم تتعلم بنية الله فسوف تقع في مصائد الشيطان. فأخلص النية وجدد النية، ومن تعلم لله حباه، ومن تعلم لغير الله لا يتجاوز حناجر الرقاب. الحالة الثانية: ألا تقدر على تحصيل العلم النافع في الدين، ولكن تشتغل بوظائف العبادات من الذكر والتسبيح والقراءة والصلاة، فذلك من درجات العابدين وسير الصالحين، وتكون أيضا بذلك من الفائزين. يعني يريد علم وعمل، فالحياة ليست عبادة على جهل، وليست علم من غير عمل. وقلنا لحضراتكم: علم من غير عمل كشجر من غيرها ثمر. نحن نتعلم ونعمل، نتعلم ونعمل. ما الفرق بيننا وبين الصحابة؟ الفكرة والتطبيق. الفكرة موجودة أو كلكم، لكن القضية في التطبيق. كتاب الأم أعظم كتاب في الشريعة، حاشية البيجوري، علم الدنيا والآخرة، كنز الراغبين أعظم شرح للمنهاج. هذه الفكرة موجودة، لكن القضية ليست في الفكرة، القضية كيف تخرج الفكرة من الكتب، وكيف تخرج الفكرة من الرؤوس. تخرج من الكتب ومن الرؤوس بماذا؟ بالتطبيق. بالتطبيق. هذا التطبيق هو لذة الطاعة. بداية الهداية الذي نقرأه: بدايتك طاعة ونهايتك طاعة. ونزيد.
الحالة الثالثة أن تشتغل بما يصل منه خير إلى المسلمين ويدخل به سرور على قلوب المؤمنين. هذا الانشغال مولانا كيف ندخل السرور على قلب المسلمين؟ تبسمك في وجه أخيك صدقة، قضاء حوائج الناس صدقة، العلم من أعظم الصدقات، صلة الأرحام من أعظم الصدقات. بشروا ولا تنفروا صدقات، يسروا ولا تعسروا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كل هذا يدخل السرور على قلب مؤمن. إدخال السرور على المؤمنين يا سلام من أعظم الأمور. ها، فك الكروبات. من يسر على معسر، ها من حافظ، ها يسر الله له إيه يوم القيامة. من فك كربة من كرب الدنيا فك الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. كرب الدنيا كثيرة، احتياج الإنسان في الدنيا كثير، لكن في الآخرة يا سلام جيد، في الآخرة رائع. ما كربتك في الدنيا مولانا؟ لو واحد يريد يشرب شاي ولا يجد كبريت كأنه مجنون، ينزل سوبر ماركت يبحث عن سكر لا يجد كأنه مجنون، يريد يأكل كشري لا يجد كشري كأنه مجنون. كرب الدنيا كثيرة، يبحث عن شراب عنده واحد والآخر غير موجود مجنون. لكن كرب يوم القيامة كربة واحدة، يريد أن يدخل الجنة إلا أنه سيدخل النار. هنا الله يفك كربة. كيف يفك كربة؟ يمحو ذنبه ويضاعف في حسناته فيدخل جنة الخلد بسلام وأمان. بسلام إيه؟ وأمان. قول يا ابني. أو تتيسر به الأعمال الصالحة للصالحين. يسر الأمر للناس. من بنى مسجد للناس يسر لهم الصلاة، من كتب كتابا للناس يقرؤون فيه علما يسر لهم. من كل هذا جيد، بس توكل على الله. فخدمة الفقهاء والصوفية وأهل الدين والترجل في أشغالهم. الخدمة للعلماء مولانا جيدة، لأن العالم يساعدك في الله، وكل ما أدى إلى الواجب واجب. الشيخ عندما يشرح للطلاب هذا واجب، الطلاب عندما يساعدون الشيخ هذا واجب، فمساعدوه على الواجب، ومساعدة الواجب واجب. الشيخ يشرب شاي واجب عشان الشيخ يكون مبسوط فيستطيع يشرح. فهمت؟ قول يا ابني. ها، والسعي في إطعام الفقراء والمساكين. والسعي في إطعام الفقراء والمساكين، شوفوا من أجمل الأبواب التي تقربك إلى الله باب الخدمة. هذا باب الأولياء، باب الخدمة. من أعظم أبواب الخدمة باب الإطعام. الإطعام له سحر، سبحان الله، سحر الإطعام عظيم. شوف لو تدعو أخوك وتطعمه جميل، تدعو الناس ويأكلون ويشربون أجمل. الاجتماعيات، هذا يأكل وهذا يأكل وهذا يأكل، شوف الطعام، طعام في المسجد ولو طعمية ورغيف، لكن في سعادة. من أين تأتي هذه السعادة؟ ببركة الإطعام، بركة الإطعام. من أجمل الأبواب والطرق الموصلة إلى الله بسرعة باب الخدمة، ومن عظمة ومن أعظم طرق الخدمة الإطعام. والإطعام يؤدي إلى سعادة، والإطعام يرفع البغضاء بين الناس. شوف كده، لو فيهم شباب بس تعالى بس تفضل نشرب الشاي ثم نتكلم، يا حاجة هات الطعام، يا سيدي نأكل الأول ثم نتحاسب. هذا الشاي، هذا الطعام يجعل صاحب المنازعة في هدوء. تدخل فندق،
أنت زعلان الأوتوبيس يتأخر وا وا وا، عندما تطعم طب تفضل أول نشرب شيء، طب شباب أنتم يعني نأكل الأول، يهدؤون. تركب الطائرة ناس زعلانة ناس خائفة تطلع فوق ما تنزل تحت، لكن عندما يأتون بطعام يأتون بشراب الناس مشغولة، مشغولة بالطعام وليها، والوقت يمشي بسرعة في الطيارة، لكن الوقت من هنا إلى ماليزيا لا يمشي بسرعة، لكن الطعام الشراب. في المناسبات السعيدة تجد في إطعام، في العيد في إطعام، أضحية إطعام، في رمضان من فطر مسلما يا سلام يا سلام. طيب إيه كمان؟ هذا تحابه في العرس، في وليمة، صح؟ إيه كمان؟ كل مناسبات المسلمين، المسلم عندما يفرح يطعم الطعام. باب الخدمة من الأبواب التي توصل إلى الولاية بالأقرب طريق. من عظمة باب الخدمة إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل، والناس إيها نيام تدخلون الجنة هي مولانا بسلام. خلاص قولي بي. والتردد مثلا على المرضى بالعيالة وعلى الجنائز بالتشيع. التردد على الناس في العيادة المريض تخفف عنه أن تعوده، لا تقل تزور، راح فين أزور فلان، الزيارة للأموات والعيادة للمين؟ للأحياء. عبدي نعم مرضت ولم تعودني، كيف يا رب؟ أو تمرض؟ قال أو ما علمت أن عبدي فلانا مرض ولم تعده؟ أو ما علمت أنك لو عدته لوجدتيها لوجدت ذلك عندي. أنت لا تذهب إلى المريض، أنت تذهب إلى الله. أنت لا تعامل المريض، أنت تعامل الله. اثنين، من عاد مريضا نهارا 70,000 ملك، اراه في رياض الصالحين، يستغفرون لك إلى أن يأتي الليل. ومن عاد مريضا ليلا 70,000 ملك يستغفران الله له حتى يأتي النهار. وإذا جلست بجوار المريض جلست وانغمست في الرحمة، كلها روايات صحيحة. ملائكة تستغفر طول النهار أو طول الليل إذا جلست عند المريض، انغمست فين؟ في رحمة الله. ماذا تريد؟ لأن بزيارتك أدخلت السرور على المريض وخففت آلام المريض. الجنائز حق. الإنسان عندما يموت له عندي أربع حقوق، نقول حق: واحد الغسل، اثنين الكفن، ثلاثة الصلاة عليه، أربعة الدفن، كلها اجتماعية مفيدة. الغسل يشترك فيه الناس، الكفن يشترك فيه الناس، الصلاة عليه يشترك فيها الناس، تشيع الجنائز يشترك فيها الناس. فكأن الله يقول: يا عبد الناس لا تتركك حتى إن مت فهم معك إلى أن يوصلوك إلى القبر، والقبر أول منازل الآخرة. طيب ما ثواب الجنازة؟ من صلى على جنازة وذهب معها إلى أن تدفن أعطاه الله طوبتين في الجنة، الطوبة الواحدة تعدل جبل أحد ذهبا في الجنة. وقالوا كلمة طوبة منزلة في الجنة، طوبة لعبد فعل كذا، طوبة يعني يستحق أن يكون في طوبة. ما هذه الطوبة؟ قالوا هي درجة ومنزلة فين؟ في الجنة. قل سيدي. فكل ذلك أفضل من النوافل،
فإن هذه العبادات النوافل زيادة على الفرائض. النوافل زيادة على الفرائض. رجاء لا تهتم بالنوافل وتترك الفرائض. الفرض أولا ثم ماذا؟ ثم النوافل. لكن انشغالك بالنوافل وترك الفروض تلبيس إبليس. انشغالك بصلاة التراويح وتركك لصلاة العشاء ها تلبيس إبليس. نصلي العشاء ثم نصلي التراويح. قول سيدي. فإن هذه عبادات وفيها رفق للمسلمين. وفيها رفق يعني رحمة. رفق يعني رحمة. والرحمة ما دخلت في شيء إلا زانته وجملته وباركت فيه. نعم. الحالة الرابعة ألا تقوى على ذلك فاشتغل بحاجاتك اكتسابا على نفسك أو على عيالك. وقد سلم المسلمون منك وأمنوا من لسانك ويدك. أنا لا أستطيع أن أتعلم. أنا لا أستطيع أن أفعل إطعام الطعام. ظروفي المالية وصحية لا تساعدني على أن أقوم بعيادة المرضى. خلاص، إن لم ينل الناس من خيرك رجاء أن تقصر عنهم شرك. فليقل خيرا أو ليه. أنا لا أستطيع أن أقول السلام عليكم. خلاص رجاء لا تسبهم. فإن تكلمت تكلم بثواب، وإن لم تستطع رجاء أن تسكت. فهمتم؟ ليقل خيرا أو ليصمت. لكن هو لا يتكلم بخير ويتكلم بشر أضر. ومن هنا إن لم تستطيع أن تفعل أفعالا تفيد الناس رجاء لا تفعل أفعالا تضر بالناس. في هذا خير لك. وسلم لك دينك إذا لم ترتكب معصية. سلم دينك، لأن المعاصي هي التي تؤدي إلى الفسوق. فمثلا يكذب، الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. فتنال بذلك درجة أصحاب اليمين إن لم تكن من أهل الترقي إلى مقامات السابقين. يعني إن لم تكن من الأولياء رجاء لا تكن من الأشقياء. إن لم تكن في الفردوس الأعلى رجاء لا تكن في جهنم. إن لم تحفظ البقرة رجاء لا تترك الفاتحة. فهمتم؟ إن لم تكن من الأولياء رجاء لا تكن من الفاسقين الكافرين. إن لم تكن من المتصدقين رجاء لا تكن من المانعين الناس على الصدقة. مناع للخير معتد بها. ماذا كان يفعل هذا الرجل الكافر؟ هو لا يتصدق، حاضر، لكنه كان يمنع من يتصدق. فهمتم؟ هو كان لا يؤمن، لكنه كان يمنع من يؤمن. هو كان لا يجاهد، هو كافر، لكنه يمنع من يجاهد. أدي القضية. فإن لم تكن من الكبار رجاء لا تكن من أهل النار الفكار. أدي خلاصة كلام الغزالي. هذا كلام لا يقوله إلا الأولياء. قول سيدي. فهذا أقل درجات في مقامات الدين، وما بعد هذا فهو من مراتع الشياطين. مقامات الدين ومراتع الشياطين. مقامات الدين قالوا أنت عندك مقامات، فترتقي من مكان إلى مكان، لكن ترتقي من الأدنى إلى الأعلى. ترتقي من مقام العبودية إلى مقام الولاية إلى مقام كذا إلى كذا إلى كذا. لكن عكس هذه المقامات أرض الشيطان. فإن لم تكن في مقام الصدق فأنت فين؟
في مرتع الكذب، إن لم تكن في مقام الأمانة فأنت في مرتع الخيانة. الأمانة أنت عند الله، والخيانة أنت عند الشيطان. إذن عندي حزب الله وعندي حزب الشيطان. رجاء رجاء أن تكون مع الله وأن تنصرف عن الشيطان الرجيم. وذلك بأن تشتغل والعياذ بالله بما يهجم دينك، أو تؤذي بها عبد أو تؤذي به عبدا من عباد الله تعالى، فهذه رتبة رتبة الهالكين، فإياك أن تكون في هذه الطبقة. طبقة من الهالكين؟ كيف يهلك الإنسان بالبعد عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يعلو الإنسان بأن يتقرب إلى الله بفعل الصالحات؟ من كان مع الله فمن عليه؟ لا أحد. ومن ترك الله فمع من؟ مع الشيطان. وأعلم أن العبد في حق دينه على ثلاث درجات. الأول إما سالم، وهو المقتصر على أداء الفرائض وترك المعاصي. الثاني الرابع، وهو المتطوع بالقربات والنوافل. الثالث أو القاصر، وهو المقصر عن اللوازم. لا استنى شوي، الأول سالم، والثاني رابح، والثالث خاسر. السالم هو من أدى الفرائض فسلم من جهنم. طب والرابح؟ من أدى الفرائض والنوافل. والخاسر؟ من خسر دنياه، لا لا، من خسر أخراه بأن فرط في الفرائض والنوافل. قال مولانا الغزالي أن من يؤدي الفرائض ولا يؤدي النوافل على خطر. أنا عندي كم صلاة؟ خمسة. من الممكن أن يقبل منها أربعة ولا يقبل واحد، لكن إذا صليت الفرائض والنوافل إن حصل مشكلة في الفرائض النوافل تدفع. النوافل يا مولانا تدفع. لكن مين الخاسر؟ ترك هذا وترك هذا، فيوم القيامة يحاسب على الصلاة خسران، فيقع في الهاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. لكن الرابح عد من الصلاة بزيادة حسنات، ثم يدخل على الصوم حسنات، ثم يدخل على الحج حسنات، على 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 المقامات، يرتقي 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 إلى أن يرى مقامه في الأعلى عليين. طيب الخاسر هو ينزل، يحاسب على الصلاة فينزل، يحاسب على الزكاة فينزل، عن الكذب فينزل، ينزل ينزل. ولذلك الجنة درجات والنار دركات، فدرجة درجة يصعد، درجة ينزل. أنا عند السلم، الطابق الأول أنا أصعد إلى الثاني، الثالث أنا أعلو وأصعد بدرجات. لكن أنا أنزل إلى بدروم، تعرفون بدروم؟ بدروم زي قدح، في بيت طلاب قدح، نحن ننزل صح وفي نطلع. إن تطلع اسمه درج، إن تنزل لقاعة العلم اسمه درج، ما دمت تنزل إلى تحت اسمه إيه؟ درج. فيقولون الجنة درجات والنار دركات، فكلما زاد عملك الصالح تعلو درجات، وكلما زاد عملك الفاسد الفاسق دركات 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 دركات. فهم مولانا اللي في صعوبة؟ فهم درجات ودركات؟ أكيد. رد هندي أبوه هندي قول يبي. فإن لم تقدر أن تكون رابحا فجدهد أن تكون سالما. خلاص، إن لم إن لم تضمن مكانك في رقم واحد رجاء لا تدخل النار، إن لم تكن شيخا رجاء لا تكن فاسقا، إن لم تكن عالما كبيرا رجاء لا تكن جاهلا كبيرا، حتى لا تصاب بخدعات الشيطان.
وإياك ثم إياك أن تكون خاسرا. لأن الخسران معناها النار. النار يا ابن صعبة، إن الله تعالى جمع نار الدنيا من أولها إلى آخرها، صارت حبة كحبة العدس، من أصغر حبة في جهنم نار الدنيا من لدن آدم إلى قيام الساعة، ما هي إلا حبة صغيرة من حبة من حبات نار جهنم بمقدار حبة العدس. ومنهم من قال جزء من 70 هي جزء من 70 جزء من حصاد بقدر حبة العدس. هذه نار الدنيا، كما أن الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في النعيم، كذلك الأمر جهنم من شدة عذابها ومن حرقة النار فيها، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أسأل الله السلامة ويمنا. والعبد في حق سائر العباد له ثلاث درجات: الأولى أن ينزل في حقهم منزلة الكرام البررة من الملائكة، حاضر، وهو أن يسعى في أغراضهم رفقا بهم وإدخالا للسرور على قلوبهم. الثانية أن ينزل في حقهم منزلة الملائكة والجمادات، فلا ينالهم خيره ولكن يكف عنهم شره. الثالثة أن ينزل في حقهم منزلة العقارب والحيات والسباع الضاريات، لا يرجى خيره ويتقى شره. شوف مولانا، الملائكة لا تأتيك بشر بل تأتيك بخير. هل أنت تريد أن تكون في درجة الملائكة فتفعل الخير للناس وتفيد؟ طيب إن لم تستطع في درجة البهائم. يعني إيه درجة البهائم؟ البقرة تمشي في الشارع لا تفيدك ولا أنت تضرك. طب العقرب ولا الثعبان لا يفيدك ولكن يضرك، أنت من الملائكة ولا من البقر ولا من الثعبان؟ اختار، اعرف حالك، مقامك حيث أقامك. هل أنت مفيد للناس؟ أنت من الملائكة. أم أنت لا تفيد ولا تضر؟ أنت من البقر. ولا أنت من الثعبان؟ لا، البقر أحسن من الثعبان. فإن لم تفيد رجاء لا تضر، هذا منهج حياتك مولانا. إن لم تستطيع مساعدة الجيران رجاء لا تضر الجيران، إن لم تستطيع مساعدة صديقك رجاء لا تضره. فهمت؟ قول سيدي. فإن لم تقدر على أن تلتحق بأفق الملائكة فاحذر أن تنزل عن درجة البهائم والجمادات إلى درجة العقارب. أفق يعني أعلى، ملائكة تحت، عقارب وحيات في الوسط، بهائم. رجاء لا تنزل بسرعة، عايز تعلو اعلو لكن لا تنزل عن الوسط، فإنك إذا نزلت عن الوسط دخلت في مرحلة الضرر. وسبحان الله، المسلم دائما نافع، المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. فاحذر أن تنزل عن درجة البهائم والجمادات إلى درجة العقارب والحيات وسباع الضاريات. فين أين وصلنا مولانا؟ كمل مولانا، أين وصلنا مولانا؟ فإن رضيت لنفسك النزول من أعلى العليين فلا ترضى لها بالهوي إلى أسفل السافلين. نعم. فلعلك تنجو كفافا لا لك ولا عليك. فعليك في بياض نهارك ألا تشتغل إلا بما ينفعك في معالك أو معاشك الذي لا تستغني عن الاستعانة به على معالك. لأنك لو لم تفعل هذا ستخسر. يعني انشغل بما يقربك إلى الله أو بما يقربك إلى الدنيا.
لكن بما يقربك إلى الشيطان ضلال مبين. يعني أنا الآن أريد أن أصلي، تحصل على ماذا مولانا؟ ثواب. أنا لا أريد أن أصلي، خلاص مولانا أنت تنام. ليه تنام؟ تستريح. لا يا مولانا أنا مش هنام. تعمل ايه مولانا؟ مولانا يفتح تليفون ثم يتكلم مع الناس، هذا سيد بطاطس أنا أصبه بالتليفون، أنا أفعل معاكسة، أو أنا أتفرج على نساء كاسيات عاليات. ماذا مولانا يصنع؟ مولانا يأخذ سيئات. مولانا نزل من درجة الملائكة إلى درجة الثعبان. طيب مولانا لا يريد يعبد، خلاص مولانا يعمل عمل يكسب منه المال، فإما أن تعمل بعمل يفيدك في الدنيا أو بعمل يفيدك في الآخرة، لكن عمل لا يفيدك في الدنيا ولا يفيدك في الآخرة رجاء لا تعبث، فسوف تسأل عن كل يوم. قال مولانا الحسن البصري، ليس حديث، كلام الحسن البصري، أن كل يوم يتكلم ويقول يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني لن أعود. هذا ليس حديث، هذا كلام من؟ كلام اليوم. لا لا، يعني الحسن البصري يقول أن اليوم يتكلم. النهاردة يوم الإيه؟ الاثنين. يوم الاثنين في صلاة الصبح يتكلم، يقول أنا يوم جديد ويوم القيامة سأكون شهيدا على عملك فاغتنمني الغنيمة الفوز، فأنا لن أعود أبدا وستحاسب يوم القيامة على هذا الوقت. قال العلماء الوقت له ثلاثة خصائص. الوقت له ثلاث خصائص. واحد من الخصائص الثلاثة الوقت لا يعود. اثنين الوقت لا يباع ولا يشترى. ثلاثة الوقت أنت محاسب عليه. أنا بالأمس لم أصلي، طيب ماذا أفعل؟ توب إلى الله، تبت إلى الله ثم تصلي. أصلي تعاملا. نعم بالأمس إن صليت كانت صلاتك أداء، تأخذ الثواب من الله، لكن اليوم أنت تصلي قضاء ويلزمك التوبة والاستغفار وليس لك عند الله أجرا. فهمت الفرق؟ طيب رجل أفطر يوما في رمضان، أفطر يوما في رمضان، لو صام مدى الحياة لن يدرك الثواب، لكن يعيده قضاء من باب إيه؟ من باب دفع اللوم، من باب رفع الالتزام. لكن لو صام الإنسان الظهر عوضا عن يوم واحد لا يكفي، فأنت محاسب عليه. الوقت الذي مر لا يعود فتأخذ فرصة أخرى، آخر شيء ستحاسب. لو ضاع الكتاب نشتريه، لكن لو ضاع كتاب لا يوجد في السوق ماذا نفعل؟ دي القضية. موبايل هذا فقد، خلاص نشتري غيره، لكن ما رأيك أن مصر بأكملها لا يوجد فيها هذا الموبايل؟ ستندم ندم شديد. ليه مولانا؟ لأنه بمجرد ما فقد أنا لا أتداركه. ما من يوم من أيامنا يمر علينا إلا ولن يعود ولا يباع ولا يشترى، وستسأل عنه. تسأل عنه في الدنيا في فرصة، لكن ستسأل عنه في الآخرة.
يوم القيامة يقول الكافر يا رب ارجعني، لماذا؟ لعلي أعمل صالحا. الله يرفض. لماذا يرفض؟ يقول من عصى في المرة الأولى سيعصي في المرة الثانية، ومن ترك الطاعة والعبادة في المرة الأولى سيعصي ويترك في المرة الثانية. وأعطيك مثالا، من يتوب عن الذنوب يعود ولا لا يعود؟ معظم يعود. رجل ارتكب ذنب، ماذا فعل؟ ارتكب الزنا، ثم يستغفر ويغتسل ويبكي، فإذا هيئت له ظروف الزنا مرة ثانية سيفعل. فإذا تاب يفعل ثلاثة أربعة، ومن هنا التوبة النصوح لا يعود إلى الذنب أبدا. هذا معنى الكلام، أن من يتوب يعود، ومن يتوب يعود، والله يغفر ويرحم، لكن التوبة النصوح إيمانيات عالية بها، أن يتوب ولا يعود، لكن هذا صعب، يحتاج إلى مجاهدة. قولي سيدي. فإن عجزت عن القيام بحق دينك مع مخالطة الناس وكنت لا تسلم فالعزلة أولى فعليك بها. ده كلام صعب. الخلطة بالناس جيدة بشرط ألا ترتكب المحرم في تعاون، لكن إذا كان اختلاطك بالناس سيؤدي إلى مشاكل تجعلك تكفر بالله، رجاء لا تختلط. أنت تحضر الدرس، اختلاط بالناس لو في استفادة تعالى، لا توجد استفادة اجلس في البيت تقرأ قرآن أفضل. فهمت مولانا؟ هذا درس اختلاط بالناس، فلو أنت تستفيد من هذا الدرس تعالى. طب أنا لا أستفيد، لا، اجلس في البيت تقرأ قرآن ماذا؟ أفضل. فعندي خلطة وعندي عزلة، أنا لا أريدك في خلطة ولا أريدك في عزلة، أنا أريدك أن تحسن أمورك جيدا. هل هذه الخلطة توصلك إلى الله؟ توكل. هذه العزلة توصلك إلى الله؟ توكل. نحن لنا غاية، إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. كل ما يؤدي لتحقيق هذه العبارة أنا سأفعل بلا تردد. قل يا سيد. وفيها النجاة والسلامة. فإن كانت الوساوس في العزلة تجاذبك إلى ما لا يرضي الله بما لا يرضي الله تعالى، ولم تقدر على قمعها بوظائف العبادات، فعليك بالنوم. شوف إيه قمعها؟ إن الصلاة تنهى عنها الفحشاء والمنكر، فالصلاة تقمع. عارفين قمع؟ أنا أريد مثلا يعني أدخل ماء في زجاجة صغيرة كده، في زجاجة، هات زجاجة دي، هات زجاجة، هذا الثقب صغير، فأنا أريد أن أصب الماء في الثقب، لكن ماء كثير، فنأتي بقمع، قمع شيء هكذا يدخل هنا فيجعل الفم كبير، فنصب الماء فينزل هنا بدون مشاكل. هذا الشيء اسمه قمع، قمع باللغة العربية قمع. هذا القمع يجعلك تأتي من الكبير، الفم الكبير، إلى الفم لها الصغير. الشهوات فم كبير، أن تضغط على الشهوات وتغلق شهوتك يحتاج إلى إيه؟ إلى مجاهدة. فإذا استطعت أن تقمع نفسك وتحول دائرة الشيطان الكبيرة إلى دائرة مربوطة، توكل على الله. فإن لم تستطع، الشيخ بلكها نام، لأن النوم ترك للدنيا وما فيها. ومن هنا نقول في مصر نوم الظالم عبادة. هو ظالم عندما يكون مستيقظ يضرب الناس ويسب الناس، لكن عندما ينام على الأقل لا يسب أحد، فنقول أن هذا الظالم عندما ينام كأنه يصلي. خلاص، نوم الظالم إيه؟ عبادة. ولذلك ترى الطلاب كثير تنام في المحاضرة، صح ولا مخطئ؟
أكبر ظالم. قول يا ابني خليه ينام، أو فهدناني نائم، نام نام. والظلم مجاوزة الحد، الظلم مجاوزة الليها. قول يا ابني. فعليك في النوم فهو أحسن أحوالك وأحوالنا. أحسن أحوالك لأنك عند الاستيقاظ تعصي. طيب وأحسن أحوالنا أننا لا نتعرض لمعصيتك. فهمتم؟ تجد واحد من الجيران مؤذي، أين فلان؟ سافر إلى 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 بلده يومين ثم يعود. سبحان الله، الحمد لله ارتحنا منه. ليه؟ أننا لا نرى وجهه. ما دمنا لم نرى وجهه إذا نحن في أمان من ظلمه. والظلم ظلمات يوم الإيه قيامة. قل يا سيدي. إذ عجزنا عن الغنيمة ورضينا بالسلامة في الهزيمة. الغنيمة اللي هي هي مولانا الرابحة. رابح. فإن لم نربح رجاء لا نكن من الخاسرين، فلنكن من السالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة: من دخل داره فهو آمن. فإن لم تؤمن وتكون رابح رجاء لا تكن خاسر فتحاربنا، كن سالم وادخل بيتك. فهمتم يا شباب؟ من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل الكعبة فهو آمن. لماذا؟ دخوله إلى أي مكان من هذه الأماكن معناها أنه لا يحارب. ما دام لا يحارب خلاص نحن في أمان منه. أما من يحارب نحاربه، وأما من آمن فقد فاز. فإن لم تفز بالإيمان رجاء لا تكن إيها من الخاسرين بالحرب ضد الإسلام والمسلمين. فهمتم هذا الكلام؟ رجاء تفعله مع نفسك حتى تعرف أحوالك، من أنت؟ خلاص؟ ها؟ من أنت؟ فهمت؟ فما أخص حاذر من سلامة دينه، من سلامة دينه في تعطير حياته إلى النوم أخو الموت. النوم أخو الموت، والميت لا يضر ولا ينفع، من مات لا يضر ولا ينفع. فهذا الظالم إن ينام النوم موته صغرى، ارتحنا منه. وهو تعطير الحياة والالتحاق بالجمالات. حاضر. خلاص الباب، خلاص انتهى الوقت. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. آمين آمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.